اما هلا سلمى بنروح لفقرتنا الختاميه لنحكي عن بازار الوان سوريه. دائما بهيدا البازار نستضيف سيدات عندهم لمسات للاعمال اليدويه خاصه، كل النساء السوريه بتحسي الاعمال اليدويه هي جزء صحيح من حياتهم اليوميه، بس دائما ضمن هيدا البازار في جديد، في اعمال يدويه جديده واختلاف، يعني ما بتلاقي شيء تقليدي، دائما في شيء جديد وحلو معهم. اكيد نور، واليوم طبعا بدنا يسعدنا نرحب بضيفتنا اللي دائما بيكون مع عدد من السيدات المبدعات وبتقدمهم وبتقدم افكارهم ومشاريعهم الخاصه، وتحول الحقيقه الوان سوريه مو بس لبازار تقليدي بنعمل بفتره الاعياد، لا تحول لمساحه لكل سيده تبرز مشروعها وكل صبيه تبرز مشروعها، وهالفضل بيعود اكيد لمنظمه البازار. ضيفتنا الاستاذه رنا الطباع وايضا معها احد السيدات المشاركات او الصبيه اللي معنا، ايضا هي مصممه هدايا وزينه يدويه. خلينا نرحب فيها لبنى بدر. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، وصباح الخير استاذه رنا. يسعد صباحكم، شكرا كثير. يسعد صباحك، اعياد مباركه. اعياد مباركه على الكل. دائما بشهر الاعياد في بازار الوان سوريه دائما بتكوني معنا، في صبيه جديده بتنضم دائما للمشروع معكم، دائما في جديد، يعني هذا الجميل ببازار الوان سوريه لانه صحيح. ما في شيء تقليدي او كلاسيكي، دائما هيك في لمسه فرح خاصه موجوده ضمن هذا البازار. خلينا نحكي عن هيدا البازار لهي السنه، شو جديدكم؟ هلا جديدكم جايبين لنا عينه بسيطه، بنعرف انه الاشياء احلى من هيك كثير حتى الموجوده. صحيح. الحلو انه كل سيده سواء كانت قديمه أو جديدة عم تورجينا إبداعها، في ألوان ممتعة جدا مميزة جدا، كل سيدة عم تبدع بلون خاص فيها. صحيح. عم بيعملوا شغلات جديدة، أفكار جديدة، حتى عندي مشاركات جديدة مثل سيدة لبنى، أنا افتخر فيهم عم ينضموا إلنا، عم يكونوا لون من ألوان سورية. روح المحبة عم تكبر بيناتنا، عم يكبر العدد أكثر بقاعتين هالمرة، أكيد رح يكون أمية وإشبيلية بالشيراتون، فأنا بستنى بفارغ الصبر خاصة بموسم الأعياد. بتحسي عم تضوي القاعات. صحيح. نحن كمان بننطر الصراحة، يعني بهذا الوقت حلو يكون دائما في مساحة لأنه أنا بقدر ادعم، بقدر سوق منتجات، بقدر خلي كل صبيه مبدعه تكون موجوده، وهذا الشيء بدنا نحكي فيه مع لبنى. اول شيء صباح الخير لبنى، شو الشغلات الحلوه كلياتها؟ شو هالزينه الحلوه؟ نقلتي لنا هيك اجواء عيد الميلاد وراس السنه بالاستوديو. يسعد صباحك. تسلمي. يسعد صباحكم. حي الله فيك. اهلا وسهلا. خلينا نبلش لبنى بمشروعك، انت ايمت بلشتي وكيف انضميتي لالوان سوريه؟ هلا هي اول مشاركه لإلي بالبازار. طبعا مش اول مره، يعني دائما نحن بنزور وبنشتري اشياء كثير مهضومه خاصه بالاعياد والمناسبات. يعني من زائره لمشاركه. تماما. حلو. حبيت اني هيك بلش مشروعي من ضمن البازار وخاصه بموسم الاعياد، يعني حسيت انه هيك رح تكون بدايه ان شاء الله يا رب، انه هيك بدايه حلوه. يعني انا مهندسه بشتغل ديكور داخلي، بس هيك حسيت انه حابه اني اشتغل شيء بكمل شغلي بالديكور. يعني فكره البيت بحبها، بحب تفاصيل البيت، اغراض البيت، بحب فعلا قد ما كان الديكور جميل اذا ما في اكسسوار مثل هيك له لمسه خاصه او يضفي عليه لمسه خاصه بتحسي الموضوع مختلف. خلينا نحكي عن الزينه، يعني زينة الأعياد يمكن الكل هلأ بيشتغل على زينة الأعياد، بس هون الاختلاف بطريقة الفكرة، يعني لما نحكي عن أشياء بسيطة معمولة من القماش يمكن هي لفتة صغيرة أو لمسة صغيرة بتلاقي مختلفة عن شغل السوق اليوم، وخصوصاً لأنه أعمال يدوية بتحسيها عم تنشغل بحب شوي. تماماً. يعني أنا حبيت أني أطلع شوي من فكرة الزينة التقليدية. صحيح. أنه الكرات، الشجرة، الكذا، فحبيت هيك أعمل أشياء ثانية هيك، يعني هي بمواد مثل ما حضرتك قلتي، أنه هي مواد بسيطة، يعني القماش، الخشب، الزينة بسيطة، بس هيك يعني عملتهم بطريقة شوي إن شاء الله. هلا مثل ما شايفين هي الشجرة هي قماش ومن تماماً هي خشب، قاعدتها خشب كرمال تضل ثابتة، وهي قماش يعني ملفوف عليها قماش، ملفوف تماماً سفنج رقيق والقاعدة خشب وحط عليها خفيفة نجمة كثير كمان. بس موديلها كثير حلو ومميز، يعني حتى عاملي منها مثل المقاسات، عاملي منها اشياء هيك، في شيء هيك لامع، في شيء يعني هدول كثير مهضومين، هدول كمان هدول التنوم هدول هيك كمان قطع ممكن ينحطوا مثلا بهيك بكورنر مثلا بالمطبخ او بالصالون او على طاوله وسط، هيك ينحطوا مع قطعه ثانيه مهضومه، فهيك بيعطوا داخل الهندسه والزينه مع بعض. تماما.
قاعده شكل هي تعليقه باب ممكن انه تتعلق هيك على الباب، وممكن انه كمان تنحط هيك بزاوي حد التلفزيون على هيك على حسب شو في مساحه حسب كمان بالبيت ديكور البيت. الافكار من وين هيك تنخلق؟ انا بحكم تماما هلق بحكم شغلي بالديكور، فأنا دائما يعني هيك تغذي بس صحيح بتحسي دائما انت بدك تشوفي شيء جديد دائما على بنترست على النت على يعني كثير بشوف هيك اشياء وقصص هيك جديده، فهي عينك بتصيري بتلقط يعني بتصيري انت يعني ما بنقول قطعه بس انه بتصيري تعرفي انه انا ممكن اخذ هيك. ايوه تماما هيك بتاخذي افكار هيك جديده يعني. وان شاء الله انه هيك هلق هي انه ممكن تنحط على صينيه خشب مع هيك مجموعه قطع ثاني كمان انا مشتغله هيك مجموعه قطع ثاني هيك انه كتب يعني طبع عليها كتب مزينين هذول اقراص النعنع كمان هني مجموعه ممكن يتعلقوا على الشجره اقراص النعنع بيتعلقوا على الشجره هيك تغيير شوي عن الكرات الزينه التقليديه يعني الكلاسيكيه تماما. طيب خلينا نحكي عن هدول، هدول شو؟ هدول ركايات نحن نفتحهم ونشوفهم مع بعض، كمان له علاقه بالاعياد الميلاد تماما حلوين كثير يعني مهمين. هيك عملت هيك كولكشن كلياتها من وحي العيد الميلاد ورسمه قماش القطن 100% والالوان ثابته ما بتروح على الغسيل ما بتروح فهيك حلوه وهي بتضل يعني هي القطعه تشتريها السيده مو بس لهذا العيد بتقدر تستخدمها اكثر من مره لانه بنعرف عاده يعني اليوم انت بتشتري شيء بعد فتره بينتزع بصير بدك ترممي وخصوصا زينه الشجره في شيء بينتزع في شيء بيبقى فدائما هيك شغلات بسيطه بالديكور بس بتضلها حلوه يعني بتعيش يعني بتعيش معها سنتين وثلاثه واربعه على حسب الاستخدام. قد ايه بتحس بهذا الشيء انه انا اليوم اعمل شيء تفاصيله حلوه بتضل ما رح تنتزع حتضل ذكرى بقلب البيت تماما يعني هلق هي كلها هي القطعه بتحسي انه ممكن تطوليها شهر بالسنه يعني تزيني فيها البيت بترجع بتنضب يعني انه بدها تنضب بكراتين تماما يعني هي بسيطه ما بدها انه ممكن بس هيك مسح شيء بسيط وبتنضب مثلا بكراتين وبمكان هيك امن يعني شئنا ما تتكسر او تتخرب وبتضل لسنين يعني بالنهاية إنه بتحسي ممكن الواحد كل سنة يجدد هيك شيء بسيط يعني صحيح والقطع كتير حتى ممكن تلعبي فيهم يعني تلعبي بتفاصيلهم القطع كتير حلوين وشغل كتير حلو. ست رنا لما نحكي عنك وعن البازار دعمتوا كتير من الصبايا والسيدات وقديش حلو هيدا التنوع يعني في عندك اختلاف بالشرائح اختلاف بالأعمار اليوم عم نحكي عن الأنسة لما هي صبية بمقتبل العمر مهندسة ديكور داخلي عم تشتغل أعمال يدوية في شرائح مختلفة قديش حلو هيدا الاختلاف وقديش مهم دعم السيدات اليوم بمشاريعهم الخاصة وإطلاقهم للناس والتفاعل هي له يمكن حتى نكهة خاصة بين الناس مجرد انه اي حدا عنده مثل ما قلت لك فكره بيتواصل معي ممكن يكون شاب ممكن صبيه صغيره ممكن سيده كبيره بالعمر اي حدا عنده فكره كيف قالت انه في عم تاخذ افكار وهي عندها فن عندها دراسه معينه في ناس بيحبوا يعملوا شيء مختلف نهائيا وعم بيساووا يحطوا عندهم بالبيت عم يتفرجوا طب ما هن بدهم يطلعوا هالشيء لبرا بدهم الناس تتعرف على شغلهم صحيح. البازار أكبر مساحة قادرة أنه الناس يشوفوها خاصة صار له اسم يعني حتى غير الزوار الجدد أنا عندي زوار دائمين عم بينترو الجديد عم بينترو مين عندك هلأ نازلين جدد وبيشوفوا شو منزلين الموجودين دائما عندي فهالقصة صارت مثل سوق شهري لهم كثير بنكون مبسوطة بفكرة الدعم بداية الدعم لما أنت عم تعرفي هالعالم على شغلة هون انطلقت ممكن ما تبيع من أول مرة بقلها دايما إنه في ناس بيكونوا قاعدين مكتئبين أول مرة يا الله ما حدا إجا لا خلاص ما تطلعي معنا بليلة بتبقى هي مسلت الضوء تشوفي الموضوع مختلف عليها. إن شاء الله هي مجرد إنها متفائلة واثقة صحيح متكلة على الله صدقيني رح تنجح أكيد إن شاء الله. أما لما أنت بتعدي متشائمة أو ما عندك ثقة بنفسك مستحيل توصلي رسالتك صحيح. أكيد ممكن أكيد. الأجواء مميزة بألوان سورية يعني نحن بنشوف الصبايا حتى صاروا يتنقلوا منك أستاذة رنا صار كل واحدة تصور الطاولة اللي قدامها وتعمل وتنزل لها ستوري على الفيسبوك أو على الانستغرام برافو عليهم ونحن بنقول
يعني الأستاذة رنا داعمة لكل الصبايا بكل أوقات السنة، مو بس وقت بازار ألوان سورية. حقيقة تعرفنا على كثير سيدات من خلالها. والله كثير بكون مبسوطة وأتواصلوا معي وخبرهم إنه في هذا، هي الروح موجودة، لأنه نحن بالنتيجة الهدف مو إنه والله أنا عم بعمل بازار، أنا عم بكون طريق أو وسيلة لتوصل هالست لهدفها، لتقدر تنطلق، للناس تعرفها أكثر. هذا عم نلمسه دائما، بقول لك أنا بختام حديثنا، أنت بتحكي بشغف عن شغلك. أي والله. هي المحبة من يعني لمعة المحبة بنشوفها مرسومة بعيونك وبوجهك. أكيد بالختام نتمنى لكم التوفيق ست رنا، وللصبية الحلوة لما أكيد نتمنى لك التوفيق. نحن بنوجه تحية لكل سيدة أو صبية سورية ضمن البازار عم تتحدى هي الظروف، عم تعمل مشروع الخاص وعم تستمر، فأكيد تحية لهم كلهم. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم، شكرا كثير لكم لاهتمامكم. شكرا. خلينا نذكر بس بتوقيت البازار مشان الناس اللي عم تحضرنا. البازار بعد بكره سبت واحد واثنين، 17 18 19، ثلاث ايام بفندق شيراتون دمشق، قاعتين أمية يمين اشبيليا اقصى من اي ساعه لاي ساعه؟ من ال 11 صباحا لل 10 مساء. بالقاعتين اجمل من بعض، بس بقول يعني اللي بيتفضل لعنا موجوده بقاعه اشبيليا مقابل الباب بالصدر. هاي اي دعايه، اي دعايه موفقه. اكيد شكرا لك كمان لبنى، وموفقه بمشروعك. يا ربي امين. شكرا لكم.